ترشيحي مع الشوطئ مع ذهول الهجنة الشيحانية مع سلطان محمد الوهيبي. بالتوفيق ونقول لك فوز زملاء المعلقين إلى هناك. الخالدة سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، رحب بكم أجمل ترحيب بثاني أيام مهرجاني صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. نتابع ثالث تحديات هذا المساء، ثالث اجتماعات أصحاب السمو الشيوخ والأمراء، أول اجتماع للقوة العظمى التي تشارك على أرضية ميدان الشهيد الشيخ فهد الأحمد الجابر الصباح رحمه الله وطيب الله ثراه. انطلاقة الشوط الثالث لفئة اللقاية بكار، والمسافة هي 5 كيلومترات، كما أهني هجن العاصفة على فوز شمعة بأول كؤوس أصحاب السمو الشيوخ، وتهانينا لغياث الهلالي المتابع لشمعة حتى خط النهاية من انتزعت الشوط الرئيسي للقاية بكار، وأهني أيضا هجن الشحانية بفوز الفايز من فاز وحصل على الكاس مع الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. أتابع مسيرة وانطلاقة هذا الشوط المقدمة مع هجن العاصفة، أظنه مع البداية بشعار هجن العاصفة غياث الهلالي يتابع هذا الانطلاق، يتابع الظن مع المقدمة مباشرة، بينما المركز الثاني القادمة هنا قصايب هجن الشحانية الذهبي يتواجد، سالم بن فاران المري ينطلق ويتابع تواجد صعايب أو قصايب على المركز الثاني. المركز الثالث هنا يتواجد شعار هجن الرئاسة، الشعار الحمر الخطر يتواجد بانطلاقته المتميزة، يتواجد بهذا التحدي وبهذا الإبداع الجميل. هنا الحذرة بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس القيلاني مع المتابعة والتضمير. المركز الرابع القادمة هنا المنطلقة مهابة بشعار هجن الشحانية العملاق، سلطان بن محمد الوهيبي يقدم لنا مهابة، وأيضا فوز مع المركز الخامس بشعار هجن الشحانية العملاق، سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يتابع انطلاقة فوز من تبحث عن الفوز والانتصار، من تبحث عن الإنجاز بهذا المسار والتحدي. هذه نتيجتنا مشاهدينا مستمعين الأفاضل بأول نداء أتممته على مسامعكم للخمس النجوم المنطلقة والمتنافسة على صدارة الشوط بقيادة الظنة. الظنة ما زالت مع البداية، ما زالت هي القائدة بشعار هجن العاصفة بشعار شمعة من انتزعت أول الكؤوس، تشارك الظنة بشعار هجن العاصفة غياث الهلالي في المتابعة والتضمير. المركز الثاني هنا يتواجد جابر بن سالم بن فران المر الذهبي يقدم لنا انطلاق وتواجد غصايب بشعار هجن الشحانية على المركز الثاني. المركز الثالث هنا تنطلق فوز ويتواجد سلطان بن محمد الوهيبي مقدم لنا الشعار العنابي شعار هجن الشحانية، ولكن أرى المشاغب وصل بهذه اللحظات يقدم لنا انطلاق وتواجد معاني ومعانيها جميلة بهذه المنافسة المشرفة. معاني وتعود ملكية معاني لهجن الشحانية، الحوت محمد بن خالد العطية يتواجد على المركز الثاني. المركز الثالث هنا تتحرك الجليلة بشعار أو هنا انطلاق والتحدي مع الجليلة بشعار هجن الشحانية، جابر بن سالم بن فاران المري راعي الفايز يتواجد على المركز الثالث. المركز الرابع الله 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 العزوم بشعار هجن زعبيل راشد
راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد يصل إلى موقع المنافسة والتحدي مباشرة المركز الخامس. هنا الانطلاق مع مهاب بشعار هجن الشحانية سلطان بن محمد الوهيبي في المتابعة والتضمير. نعود مباشرة مع البداية بعدما أتممت على مسامعكم النداء الثاني للخمس المراكز الأولى المتنافسة والمتصارعة من أجل الانتصار من أجل الناموس. عبرنا مضيق الاتحاد مضيق الخطر والظنة ما زالت عند الظن بشعار هجن العاصفة غياث الهلالي في المتابعة والتضمير. الظنة من البداية إلى هذه اللحظات هي القائدة لمسيرة هذا الشوط، ولكن معاني مع الكيلومتر الأخير الكيلومتر الخطير معاني على المركز الثاني. هجن الشحانية المشاغب محمد بن خالد العطية المركز الثالث يتواجد شعار هجن زعبيل مع المركز الثالث يقدم لنا العزوم أم عزمة ومعزم بتواجدها راشد محمد بن سعيد بن مروشد على المركز الثالث. المركز الرابع هنا بأول نداء مرموقة بشعار هجن العاصفة غياث الهلالي على المركز الرابع. المركز الخامس يتحرك هنا محمد بن خالد العطية مقدم لنا أخيرة بشعار هجن الشحانية، ولكن المعركة الطاحنة مع تواجد الظنة. معاني يا معاني الظنة والعزوم منافسة ثلاثية مع الشعارات العمالقة والكبار. العطية محمد بن خالد العطية يقدم لنا معاني بالشعار الأدعم شعار هجر الشحانية الشحانية والعاصفة وزعبيل منافسة ثلاثية على مقدمة الشوط بقيادة معاني عادة الظنة اتحركت العزوم الظنة معاني والظنة العزوم الشحانية زعبيل والشحانية، ولكن وصول جماعي إلى خط النهاية مع هذه المنافسة بين زعبيل وبين هجن الشحانية. ما شاء الله تبارك الله على هذه المنافسة المشرفة. تهانينا لأصحاب السمو الشيوخ على هذا الأداء المتميز والأداء الجميل الدخول الجماعي بين معاني لهجن الشحانية وبين العزوم لهجن زعبيل. المركز الثالث وصلت الظنة بشعار هجن العاصفة. المركز الرابع رابعا وصلت مرموقة بشعار هجن العاصفة. المركز الخامس الشكلة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم. مشاهدينا مستمعينا الأفاضل بعد لحظات نوافيكم من هي صاحبة ناموسي هذا الشوط بين هجن الشحانية مع معاني وهجن زعبيل مع العزوم. تهانينا لكليهما على هذا الأداء المتميز والأداء الجميل. بالفعل مشاهدينا الكرام على هذا الإنجاز وعلى هذا الشوط. عادة الآن طبعا النتيجة عند أخوي خالد العجمي. مبارك كان شوط قوي مثير. الشوط الثالث البكار لأصحاب السمو الشيوخ كان هناك منافسة ما بين هجن الشحانية مع معاني ما بين العزوم لهجن زعبيل، وكان هناك دخول قوي بالفعل 7 و19 لهجن الشحانية 7 و19 و10 جزء من أجزاء ثانية 7 و19 كان دخول ما بين معاني وما بين العزوم اليمين هذيك. نعم بالفعل أيضا أخوي جابر ما بين هجن الشحانية وهجن زعبيل، والمركز الثالث كان مع ظنه لهجن العاصفة.